بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اشتريت الكتاب عن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، بل التي هي الأصل في نصب المضارع. تحدثنا عنها في الدرس السابق إجمالا بأنواعها المتعددة: إظهارها وإدمارها وجوبا، وإدمارها جوازا، وإظهارها وجوبا أيضا. ونفصل ما أجملناه اليوم بإذن الله تعالى. قال الإمام ابن هشام رحمة الله عليه: الناصب الرابع أن، الناصب الرابع للفعل المضارع، وهي أم الباب. والأمية هنا بمعنى الأصلية، الأصالة، الأصل في هذا الأمر كذا، والأصل يعني الأدوات النحوية في كل باب. النحويون يؤصلون، يخرجون ما هو الأصل والأم فيها. ومعنى هذا التهديد أن ما هو الأصل والأم يتميز بأشياء لا توجد في غيره. معنى الأصالة التميز ببعض الأمور، ببعض الأحكام. حتى هناك رسالة علمية رائعة لنيل درجة التخصص الماجستير في اللغويات، اسمه الأمهات في علم النحو. الأمهات في إيه؟ يعني كل باب يقال كذا هو الأم، فيأخذه ويدرسه دراسة جميلة إلى حد كبير. والكتاب موجود في دار السلام لمن له ولع بعلم النحو. إذن الأم في هذا الباب أن، وهي أم الباب. إذن هنا اعتراض، عندما يقول هي أم الباب وهي الآخر في الذكر يعترض عليه: ولما أخرتها؟ قل هي أم الباب وهي الآخر في الذكر، لازم نعترض، نقول طيب لماذا أخرتها يا مولانا؟ فهو يجيب عن هذا الاعتراض. فالعالم الجيد يقرأ عقل القارئ فيجيب عن سؤاله قبل أن يطرحه إذا شاء. قال: وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه. لما إيه؟ ماذا قدمه في أول الحديث عن النواصب؟ طول الحديث. لن الحديث فيها في صفحة أو صفحة ونصف، وكي في نصف صفحة، وإذن في صفحتين. أما أن فستأخذ على الأقل 10 صفحات أو 15 أو 20. فالعلماء في تناول الأشياء يبدأون بالأقل حكما وذكرا وحديثا، يعني الحديث عنه قليل يبدأ به حتى تطمئن النفس بالباب وتتعود عليه وتستأنس به، ثم يؤتى بما يقصر فيه الحديث. هذا ما ذكره سابقا. والآن سيزيد إلة أخرى لما أخرتها. ذكر إلة في الأول طول الحديث، والآن سيضيف إللا أخرى. فقال: ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة. إذن هنا لا يزيد علة لكن يبني على العلة. أن هي الأم. طيب ما وجه هذه الأمية؟ لماذا هي الأم؟ هي الأم لما أخرتها لطول الحديث فيها. طيب بما اعتمدت في جعلها أما في الباب؟ يقول: ولأصالتها، أي أميتها. الأمية نسبة إلى الأم بمعنى الأصالة. ولأصالتها في النصب عملت. صحيح هناك خطأ مطبعي في هذه الكلمة، عملت مكتوب إيه؟ علمت، لا عملت، هي لا تعلم، خطأ مطبعي. ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة، يعني تعمل تنصب المضارع وهي مذكورة اللفظة،
وتنصب المضارع وهي محذوفة. أما لن فلا يجوز أن تهذف ويبقى عملها. وكذلك كي لا يجوز أن تهذف ويبقى عملها. وكذلك إذن لا يجوز أن تهذف ويبقى عملها. أما أن فيجوز فيها ذلك. هذه خصيصة لا توجد في غيرها، ولهذا فهي أم. قال بخلاف بقية النواصب، أدوات النصب، ويطلق النواصب في كتب الفرق وفي علم الكلام وفي الثقافة الإسلامية بصفة عامة على من؟ أعداء أهل البيت الذين جعلوا الملك وراثة، هذا بعد هذا وهذا بعد هذا. الأموية، الدولة الأموية أو الأمويون بالذات، يستعمل النواصب بمعنى بني أمية وأنصارهم، وأكسهم الروافد. والروافد هم الذين يرفضون خلافة الأئمة الثلاثة، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، وقد يأخذهم أو وقد تأخذهم الوقاحة والحماقة فينكرون إيمانهم جملة وتفصيلا والعياذ بالله. يعني منهم من ينكر الخلافة فقط، يقولون لا تصح خلافتهم وهم مسلمون، تلك طائفة. وطائفة يتهمهم بالنفاق والعياذ بالله، وهم الأسوأ. أخذنا كم طائفة؟ طائفتين. وهناك طائفة ثالثة يعترفون بخلافتهم على خلاف الأولى والأفضل. الأولى ألا تكون لهم الخلافة. من الأولى بالخلافة؟ سيدنا علي. ولكن هم كانوا خلفاء، وعلى ذلك فعندهم قاعدة يجوز أن يحكم المفضول مع وجود الفاضل. هذا أفضل وهذا مفضول، ويكون الفاضل هو وهذا ما يقع في كثير من البلدان. هل الوالي الحاكم هل هو الأفضل؟ لكن هو الذي شاء الله له أن يحكم. هؤلاء هم يعني المتوسطون، وبالأخص الزيدية، يقولون تجوز تصح خلافتهم لكن على خلاف الأفضل. وقلما لا يطعنون في هؤلاء الأئمة الثلاثة إلا نادرا. أما الطائفتان الذين ينكرون الخلافة، لأن الذين ينكرون الخلافة يجعلهم فسقة، الذين يعتقدون عدم صحة خلافتهم يحكم عليهم بالفسوق ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا سيئون، لكن الأسوأ منهم من يخرجهم من الملة. طيب، النواصب عندنا في النحو، حتى يقال العلامة الكبير من كبار علماء النحو رضي الدين الاسترابازي، تسمعون اسمه؟ تعرفينه؟ ستعرفينه إن شاء الله في الدراسات العليا إن شاء الله، عندما تسعين في الوصول إلى درجة الدكتوراه أو الماجستير في النحو والصرف، ستعرفين إماما كبيرا في النحو والصرف، اسمه رضي الدين الاسترابازي، عنده شرح الكافية، شرح كافية ابن الحاجب، شرحه أحسن الشروح، وعنده شرح الشافية أيضا، عنده كتابان فقط، كتاب في النحو كتاب في الصرف، لكنه إمام بلا شك بلا خلاف، وهو ينسب إلى الشيعة، ينسب إلى الشيعة. يقال سئل وهو صغير، عنده 7 سنوات أو 10، وهو يريد أن يدرس النحو، أول سؤال ألقي إليه قيل له رأيت عمرا، ما علامة النصب فيه؟ ما علامة النصب في عمر؟ ماذا قال؟ قال علامة النصب فيه بغض سيدنا علي، لأنه في ذلك الوقت لا يعرف لكلمة النصب معنى إلا إلا عداوة أهل البيت. وعندما قيل عمر، ماذا جاء في ذهنه؟ سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه.
فقال هذا من الطرائف يعني. إذن إن واصف النحو أدوات النصب التي تجعل المضارع منصوبا. والنصب في العامية المصرية بمعنى إيه؟ الاحتيال. تعرف معنى النصب في العامية؟ الاحتيال. أها. تعرف معنى النصب؟ يا إلهي الحمد لله كل الوافدين لا يعرفون، وهذا شيء جميل. النصب في الشارع المصري بمعنى الاحتيال. يعني إيه الاحتيال؟ أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الحيلة والذكاء. واحد يضحك عليك ويأخذ فلوسك، هذا نصب. مثلا تذهب إلى السوق، هذا يباع، هذا التلفون مثلا يباع ب3000 جنيه فيبيعه لك ب6000، هذا نصب. واحد يأتي ويأخذ منك 100 جنيه يقول سأعطيك كذا وكذا ولا تراه، هذا نصب. صور كثيرة وموجود في كل البلاد، لكن المصريين يستعملون كلمة النصب بمعنى الاحتيال بخلاف بقية النواصب وهي لن وكي وإذا. فلا تعمل إلا ظاهرة. ما إعراب ظاهرة؟ مستثنى. حاضر. لكن هذا الاستثناء ما نوعه؟ الاستثناء أنواع، هو استثناء تام ولا استثناء ناقص؟ تعرف هذا التقسيم؟ أها. هو تام ولا ناقص؟ استثناء تام. ما معنى الاستثناء التام؟ اللي معنا، ما معنى الاستثناء التام؟ طيب أين المستثنى منه في هذه الجملة يا نايم؟ فلا تعمل إلا ظاهرة. أين المستثنى منه في هذه الجملة؟ هذا هو المستثنى منه؟ حرام عليك. محذوف يا نايم. فلا تعمل في حال من الأحوال إلا ظاهرة. في حال من الأحوال، هذا هو المستثنى منه وهو محذوف. الاستثناء هذا من الأحوال، تمام؟ الاستثناء من إيه؟ من الأحوال. وسيأتي باب الاستثناء إن شاء الله. إلا ظاهرة. من الخطأ أن أقول ظاهرة مستثنى، لا، هو حال منصوب لأنه استثناء مفرغ. إلا أداة الاستثناء ملغاة، يعني لا يوجد مستثنى في الجملة. نقول نقرب ما بعدها بحسب ما قبلها. إذن ظاهرة حال منصوب، استثناء من الأحوال. وصلت؟ فلا تعمل إلا ظاهرة. مثال إئمالها. إئمالها، الضمير هنا يعود على إيه؟ فلا تعملوا إلا ظاهرة. فاعل تعمل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على النواصب غير أن. النواصب غير أن. طيب هنا مثال إئمالها، الضمير يعود على إيه؟ الضمير المجرور. ها؟ لا، برضو. نحن عندنا هنا من يتحدث بكلمة من الأمية يحاسب حسابا عسيرا. ما هو هذا الحساب؟ سنكلفه حفظ 20 بيتا من ديوان من الدواوين، ولا نسمح له بالهدور حتى يسمعها. ها، لا تقولي مرة أخرى برضو. إذا قلت سأذكر لك قصيدة من أصعب القصائد 20 بيت منها، عندما تأتين تقفين على الباب حتى تسمعين ثم تدخلين، وإلا خلاص السلام عليكم، لا نعرفك ولا تعرفين. طيب، مثال إئمالها، الضمير يعود على النواصب أيضا، توافقونها؟ أيوة. يعود على إيه؟ أن. يعود على أن. يقول هي لا تعمل إلا ظاهرة، انتهى منها، هو يتحدث عن أن. مثال إئمال أن ظاهرة، وهذا الممثل به يوضح المراد. مثال إئمالها ظاهرة قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي.
أطمع فعل مضارع مرفوع وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا أن حرف نصب واستقبال يطمع مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لي أو قبل ذلك وفائله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يؤود على الذي لي جر ومجرور متعلق بالفعل يغفر خطيئة مفعول به منصوب أين الشاهد؟ أين الشاهد في هذه الآية؟ أن يغفر فتح الله عليه يغفر مضارع منصوب بأن ظاهرة غير مضمرة مثال آخر يريد الله أن يخفف عنكم يريد التخفيف من مقاصد الشريعة ولذلك ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد فعل مضارع مرفوع الله فاعل مرفوع أن حرف نصب واستقبال يخفف مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة وفائله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يؤود على الله عنكم جار ومجرور متعلق بالفعل وأن يخفف مصدر مؤول في محل نصب مفعول به وهو الشاهد يخفف مضارع منصوب بأن الظاهرة مثل أن يغفر في الآية السابقة في محل النصب مصدر مؤول في محل النصب مفعول به لعطمة ثم قال وقيدت أن هو يشرح كلامه وأنا قد شرحته وقيدت أن بالمصدرية لماذا؟ أنا قلت هذا التقييد هذا النعت للإخراج أو للتأكيد وأثبتت فيما سبق أنه للإخراج الشيخ يقول هذا بنفسه وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة يعني إيه احترازا إخراجا للمفسرة والزائدة فإنهما لا ينصبان المضارع أن المفسرة لا تنصب المضارع أن الزائدة لا تنصب المضارع أيضا إذن القارئ يسأل يقول وما هي المفسرة وما هي الزائدة لأن ما سبق هذا الكتاب من الكتب ليس فيها حديث عن المفسرة والزائدة يعني الذي يقرأ هذا الكتاب قبله قرأ التحفة السنية أو قرأ ملحة الإعراب والغالب أن يكون لا يعرف معنى المفسرة والزائدة إذا لابد أن يشرح له قال الشيخ فالمفسرة الفاء هنا تسمى فاء الفضيحة أعوذ بالله من الفضيحة يعني فاء الفضيحة تفضح يعني تفضح تكشف عن أداة شرط محذوفة ومنهم من يقول فاء الفصيحة وهذا هو الأشهر اسمان لمسمى واحد فاء الفصيحة وفاء الفضيحة بمعنى واحد يعني فإذا أردت معرفة المفسرة فالمفسرة هي المسبوقة هذا هو تقدير الكلام فالمفسرة هي المسبوقة بجملة أي قبلها جملة لا يجوز أن تكون في أول الكلام أن المفسرة لا يجوز أن تكون في أول الكلام ولا يجوز أن يكون قبلها لفظ مفرد لابد أن يكون قبلها إن شاء الله الجملة وهذه الجملة لابد أن يكون فيها لفظ يدل على معنى القول أي النطق أي الحكاية دون حروفه لفظ بمعنى القول ولكن ليس فيه حرف القاف والواو واللام شرط أن المفسرة أن يكون قبلها جملة
وفي هذه الجملة ما يدل على معنى القول ولكنه ليس من مادة القول. مثل وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أن قبلها أوحينا إليه، هذه جملة. طيب أوحى هذا فعل، وما معناه؟ قلنا له الإيحاء بمعنى القول وليس فيه حروف القول. هذا هو الشرط، المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو كتبت إليه أن يفعل كذا. كتبت إليه أن يفعل كذا. أن قبلها كتبت إليه، ما معنى كتبت إليه؟ قلت له. فأن هنا مفسرة إذا أردت به معنى أي وضابطها، يعني العلامة التي نعتمد عليها في معرفة المفسرة إمكان حذفها ووضع أي بدلا منها والمعنى لا يتغير. كتبت إليه أن يفعل كذا، ممكن أقول كتبت إليه أي يفعل كذا. كلامي واضح؟ إذن تعليق للشيخ محي الدين مهم جدا. يشترط في أن المفسرة ثلاثة شروط. أن المفسرة هي التي يجتمع فيها كام؟ الشرط الأول وهو الذي ذكره المؤلف، أن تسبقها جملة دالة على معنى القول وليست مشتملة. خطأ مطبعي، تاء التأنيث مكتوبة دون النقطتين، مشتملة وليست مشتملة على حروفه ولا مؤولة به. فلو جئت بجملة مشتملة على صريح القول لم تحتاج إلى تفسير، لأن صريح القول غير محتاج للتفسير. قلت له افعل كذا، إذا لا أحتاج هنا إلى التفسير. ثم أردت فتكون الجملة بعده مفعولا به، يعني جملة مقول القول ولا يؤتى بأن. والثاني، الشرط الثاني من شروط أن المفسرة أن تتأخر عنها جملة، يعني أن تقع بين الجملتين. ممكن أن نقول هذا الكلام، الشرط الأول أن تقع أن بين الجملتين، ثم نقول الشرط الثاني أن تكون الجملة الأولى فيها لفظ يدل على معنى القول دون حروفه. فلو أنك جئت بجملة مشتملة على مفرد يحتاج إلى تفسير، ثم أردت أن تفسر هذا المفرد بمفرد، لم تأتي بأن المفسرة بل تجيء بأي، يعني أي تستعمل في تفسير المفردات. أقول حفص أي أسد، هذا تفسير المفرد. أسامة أي أسد، لكن تفسير الجملة بأن. فتقول اشتريت أسجدا أي ذهبا، الأسجد بمعنى الذهب. والثالث، الشرط الثالث ألا يدخل عليها حرف جر. أن المفسرة لا تقترن بحرف جر، فإذا اقترنت بحرف جر فهي ناصبة للمضارع وليست مفسرة لفظا أو تقديرا. فإن تقدم عليها حرف جر في اللفظ نحو كتبت إليه بأن قم، أو في التقدير نحو كتبت إليه أن قم وأنت تنوي الباء أي تقدر الباء، كانت أن حينئذ مصدرية لا مفسرة. والأكثر جمهور العلماء أن تكون أن المفسرة مفسرة لمفعول به محذوف، والأكثر أن تكون أن المفسرة مفسرة لمفعول به محذوف، نحو قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم.
ناديناه. ما معنى ناديناه أن يا إبراهيم؟ أي قلنا له يا إبراهيم. أن هنا مفسرة. ناديناه بمعنى قلنا. والشروط متوفرة، لأن يا إبراهيم جملة، جملة النداء، جملة فعلية. ونهو قولك كتبت إليه أن يفعلوا، وربما فسرت مفعولا به مذكورا، أو قوله تعالى إذا أوحينا إلى أمك ما يوها أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، أن اقذفيه إذ أوحينا إلى أمك، أي إذ قلنا لأمك اقذفيه في التابوت. هذا هو تقدير الكلام. طيب نرجع إلى النص. والزائدة انتهى من شرح المفسرة، إذا أردت المزيدة فارجع إلى كتب حروف المعاني كالجنة الداني أو كتاب المؤلف مغني اللبيب أو كتب الأعاريف. في الفحرس ستجد حرف أن، فسيتحدث عن أنواعها وكل التفصيلات. هذا من باب توسيعة المعلومة في المذاكرة. والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو. نهو أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه. أصل الكلام أقسم بالله لو يأتيني زيد لأكرمنه، فأن زائدة تفيد التوكيد لا غير، جاء بها لمجرد التوكيد. ومن ذلك في قول الشاعر فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مزلم، يهددهم بالحرب، لو قاتلناكم لكان كذا وكذا. واشترطت ألا تسبق المصدرية، شكلوا ألا تسبق المصدرية نائب الفاعل بعلم مطلقة، يعني أن الناصبة بالمضارع، الناصبة للمضارع مشروطة بأن تكون مصدرية. كلمة المصدرية تخرج المفسرة والزائدة، ثم ألا يكون قبلها ما يدل على اليقين، لأن أن إذا كان قبلها ما يدل على اليقين فهي مخففة من الثقيلة أصلها أن، كما شرحنا في الدرس السابق. واشترطت ألا تسبق المصدرية بعلم مطلقا، ما المقصود بعلم؟ ما يدل على اليقين، اكتب هذا، لأن الأمر لا يختص بكلمة علم. المقصود بعلم كل لفظ يدل على اليقين، ومعنى اليقين ليس مختصا بالعلم. ولا بظن في أحد الوجهين، ولا بظن في إيه؟ في أحد الوجهين، يعني اشترط في المتن ألا يكون قبل أن الناصب للمضارع الظن. في أحد الوجهين يعني في الوجه الذي تكون أن فيها مخففة من الثقيلة، أن إذا كان قبلها ما يدل على الظن، أي ما يدل على الرجحان، ما يدل على الرجحان يجوز أن تحمل على المخففة من الثقيلة وأن تحمل على الناصبة للمضارع، يجوز فيها الوجهان كما شرح. احترازا من المخففة من الثقيلة، عن المخففة من الثقيلة. والحاصل أي خلاصة الأمر أن لأن المصدرية، شكلوا أن المصدرية، ما إعراب المصدرية يا عبد السلام؟ المصدرية إعرابه إيه؟ ولا نايم؟ سافرت إلى نيجيريا؟ خلاص ارجع، ارجع إلى مصر واجب عن السؤال.
خلاص أسافر إلى مصر، نترك نيجيريا، نيجيريا نائمون. أها، ما إعراب المصدرية؟ حال وحال مجرور. الحال يجر؟ نعت. وأين المنعوت؟ أحسنت، بارك الله فيك. المصدرية إعرابه نعت مجرور، وأين منعوته؟ لفظ أن. عن المصدرية، عن المصدرية. والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها، أي بالنظر إلى ما قبلها، ثلاث حالات. طيب، نسافر إلى نيجيريا ولا نسافر إلى بنين؟ ما إعراب ثلاث حالات؟ ثلاثة منصوب على أنه إيه؟ يا إلهي، حرام عليكم، لا يجوز هذا. سيأتي باب الحال إن شاء الله. الحال لازم يكون مشتقا. ما إعراب ثلاث حالات؟ ثلاثة منصوب على أنه إيه؟ هو مبني على مبني. أسكت أو أضربك بالقلم. عبد السلام، ثلاثة باعتبارها. أها، رضوى، لا تعرفين أيضا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لا 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 يجوز. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحاصل أن أين اسمها؟ أين اسمها في كل هذا التركيب؟ ألا تحتاج إلى اسم؟ ولا يجوز أن نجد أن من أخوات إن دون اسم؟ يجوز؟ لا يجوز. طيب، أين الاسم؟ استيقظتم من النوم؟ يا رب، بسيط جدا. إن في ذلك لعبرة، عبرة. اسم عن مؤخر، ثلاث حالات، اسم عن مؤخر. تريد أن تقول شيئا؟ ولا لست مقتنعا بالإعراب؟ لست مقتنعا بأن ثلاثة اسم لأن؟ طيب، ماذا توسط بينهما إن شاء الله يا نايف؟ بين أن وبين اسمها، ما هو؟ أليس شبه جملة؟ ما هو شبه جملة؟ طيب، لأن، عفوا، لأن المصدرية باعتبار ما، كل هذا شبه جملة. وما الإشكال؟ إحداها أن، أن الناصبة للمضارع بالنظر إلى ما قبلها ثلاثة أنواع، أو لها ثلاث حالات بالنظر إلى ما قبلها. الحالة الأولى أن يتقدم عليها ما يدل على العلم. قلنا المراد بالعلم ما يدل على اليقين، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير، أي قولا واحدا. إذا كان قبل أن ما يدل على اليقين فهي مخففة من الثقيلة. وما حكمها؟ ويجب فيما بعدها أمران. فيما بعد أن، أن قبلها ما يدل على اليقين مخففة من الثقيلة، ويجب فيما بعدها أمران. الأمر الأول
رفع الفعل المضارع بعدها لازم يكون مرفوع، لكن قد يكون فعلا ماضيا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني قد يكون علمت، مثلا أقول علمت أن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن أن قبله علمت وهو يدل على اليقين، وليس بعد أن فعل مضارع. إذن قوله أحدهما رفع أي إذا كان فعلا مضارعا. اكتبوا هذا، رفعه أي إذا كان فعلا مضارعا. انتهينا من الحكم الأول، إذا كان فعلا مضارعا يجب أن يرفع ولا يجوز أن ينصب. والثاني فصله منها، أي فصله من أن، وجود فاصل بين أن وبين المضارع بحرف من حروف أربعة، بحرف من أربعة حروف. ما هي؟ أولا حرف تنفيذ. ما هو حرف تنفيذ؟ أي حرف يدل على أن المضارع مرتبط بالزمن المستقبل، ويتمثل في السين سيقول السفهاء من الناس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي سوف، سوف يعلمون. يجب أن يوجد سين أو سوف بين أن وبين المضارع. وحرف النفي مثل لا أو ما، وقد هذا هو الثالث حرف تحقيق، ولو حرف شرط. هذه الأربعة يجب أن يكون بين أن وبين المضارع واحد من هذه الأربعة. فالأول مثال حرف التنفيذ، قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. علم لفظ يدل على اليقين، ثم بعده أن هي مخففة من الثقيلة، يقينا قولا واحدا بلا شك مخففة من الثقيلة. طيب ننظر إلى ما بعدها، أين ما بعدها؟ يكون في المضارع، يجب أن يكون مرفوعا. الأمر الثاني يجب أن يكون بين أن وبينه فاصل من أربعة أشياء. ما هو الفاصل هنا؟ حرف التنفيذ. ومثال الثاني ما هو الثاني؟ حرف نفي، قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون ألا، ألا هذا أصله هكذا أن لا، فقلبت النون الساكنة لاما وأدغمت في اللام، كما يعني كتبت كما ينطق بها إدغام كامل، نون ساكنة بعدها اللام تقلب لاما في النطق. لا يجوز أن أقول أن لا، الصواب ألا. أن لم خطأ، أقول إيه؟ أن لم، مفهوم الكلام؟ إذن أفلا يرون أن، عندي أن وقبلها يرون. ما معنى يرون؟ فعل رعى في العربية، رعى يرى، له إطلاقان، له معنيان، يستعمل بمعنى النظر بالعين، رعى بمعنى أبصر. وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. لم تر الهلال يعني لم تنظر إليه، لم تبصره، هذا هو الإطلاق الأول، رأى بمعنى إيه؟ نظر وأبصر. طيب الإطلاق الثاني، رأى بمعنى علم. رأى بمعنى أبصر يقال رأى بصرية بفتح الصاد نسبة إلى البصر. والنوع الثاني يطلق عليها رأى علمية، أي بمعنى العلم،
بعضهم يقولون قلبي يعني تتعلق بالقلب رؤية القلب، هناك رؤية القلب وهناك رؤية البصر. إذن عندما أقول رأى العلمية أي هي بمعنى علم، رأى القلبية أي بمعنى علم، لكن عندما أقول رأى بصرية بفتح الصاد يعني بمعنى أبصار. فهمتم؟ طيب ما معنى يرون في الآية؟ هل هو بمعنى يبصرون أو بمعنى ينظرون أو هو بمعنى يعلمون؟ لأن المفعول به ليس مما يرى بل مما يعلم ويعتقد. إذن يرون هنا بمعنى يعلمون، إذن يدل على إيه؟ على يقين. عندي أن وقبلها لفظ يدل على اليقين وهو يرون. إذن أن هنا مخففة من الثقيلة باليقين. ماذا بعدها؟ فعل مضارع، أين هو؟ يرجع، يجب أن يكون مرفوعا ويجب أن يكون بين أن وبينه فاصل من أربعة أشياء. ما هو الفاصل هنا؟ حرف نفي وتقدير الكلام أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم. كما أن الآية السابقة علم أن سيكون، أصله علم أنه سيكون. والثالث، مثال الثالث، علمت أن قد يقوم زيد، علمت أن قد يقوم زيد، أن وقبلها علمت لفظ يدل على اليقين، إذن هي مخففة من الثقيلة قولا واحدا. وبعدها فعل مضارع يقوم، إذن يجب أن يرفع ويفصل بين أن وبينه بعهد بواحد من أربعة أشياء وهو هنا قد. والرابع، مثال الرابع، يعني الفصل بلو، قوله تعالى ألم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طيب عندي أن، أن لو يشاء الله، أن لو، أن عندي أن قبلها إيه؟ ييأس الذين آمنوا. ما معنى ييأس هنا؟ يئس ييأس، يئس في العربية له أكثر من معنى، من معناه من معانيه أن يستعمل بمعنى علم، وييأس في هذه الآية بمعنى يعلم. أفلم ييأس الذين آمنوا معناه أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هذا هو المعنى. أفقه الناس للقرآن الكريم من عرف النحو بعمق، الذي لا يعرف علم النحو ولم يتعلم النحو عندما يشرح معنى أفلم ييأس الذين آمنوا لا يستطيع أن يعرف أن ييأس هنا بمعنى يعلم. ييأس هنا يقينا بمعنى يعلم. ما الدليل على ذلك؟ رفع المضارع بعد أن في الآية. لو كان ييأس بمعنى قطع الرجاء لنسب المضارع، لو كان بمعنى قطع الرجاء لقيل أن لو يشاء. أفلم ييأس بمعنى أفلم يعلم. طيب ييأس بمعنى يعلم يعني يدل على اليقين، إذن أن مخففة من الثقيلة قولا واحدا، والمضارع بعدها مرفوع وجوبا، ولا بد من الفصل بواحد من أربعة بين أن والفعل، والفاصل لو. قال ومعناه، والرابع نهو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ممكن أسأل حتى أنا بالذات في الامتحان، وممكن تسأل في أي مكان، أن لو يشاء لماذا رفع المضارع بعد أن؟ كيف تجيب؟ تقول لأنه مخفف من الثقيلة، مخفف من الثقيلة. وما الدليل على ذلك؟ لأن قبله لفظ يدل على اليقين، يدل على اليقين، لأن قبله لفظ يدل على اليقين.
وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا ومعناه فيما قاله المفسرون أفلم يعلم وهي لغة النخا وهوازن قبيلتان من قبائل العرب تستعمل يئس ييأس بمعنى علم يعلم وفي القرآن الكريم كلمات من لهجات متعددة القرآن الكريم جمع كل اللهجات العربية الفصيحة ولكن الغالب لهجة قريش لأنها أفصح اللهجات كلها قال سحيم شاعر من الشعراء يقول إيه أقول لهم بالشعب والشعب بمعنى الطريق الضيق الشعب بمعنى الطريق الضيق وبعضهم قالوا هو الطريق في الجبل وهو ضيق طبعا وبعضهم قالوا الطريق مطلقة أقول لهم بالشعب فرق بين الشعب والشعب الشعب بمعنى الطريق والشعب بمعنى إيه؟ بمعنى آخر جماعة من المواطنين مواطنون أقول لهم بالشعب إذ يعسرونني ما معنى العسر السبي أن يأخذونني أسيرا وهو من يؤخذ في الحرب فيصير عبدا حتى يفتدى أقول لهم بالشعب إذ يعسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زحدني تعسرونني تأخذونني أسيرا ولا تعرفون أنني ابن فارس شجاع يهابه الجميع ويخافه ألا تعرفون أنني ابن فلان سيأتي ويقتص منكم وينتقم منكم ألا تعرفون هذا هذا ما يقول لهم أقول لهم بالشعب إذ يعسرونني ألم تيأسوا بمعنى إيه ألم تعلموا هذا شاهد لغوي يستشهد ابن هشام به على أن يئس ييأس يأتي في العربية بمعنى علم يعلم اي الم تعلم ويؤيده قراءه ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس قرا وقراءته من القراءات الشاذه قرا ايه الم يتبين الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا اي استعمل يتبين بدلا من ايه من يياس وما معنى يتبين يعني التبين لفظ يدل على معنى العلم والمعرفة يعني تبين بمعنى تعلم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بمعنى ابحثوا تعلموا تبحثوا عن الحقيقة وفي قراءة فتثبتوا والمعنى واحد إذن مما يعتمد عليه في معرفة معاني الآيات وفي تحديد المراد الجمع بين القراءات المتعددة ييأس هل هو بمعنى قطع الرجاء هل هو بمعنى قطع الرجاء ولا هو بمعنى يعلم مما نعتمد عليه في معرفة مراد الله القراءات المتعددة إذن هذا ما فعله ابن هشام هنا قراءة ابن عباس أفلم يتبين يؤيد أن ييأس في قراءة الجمهور بمعنى يعلم وأن الفراء روي عن الفراء أبي زكريا الفراء صاحب معاني القرآن روي عنه إنكار كون ييأس بمعنى يعلم وهو ضعيف أي وهو قول ضعيف رأي الفراء ضعيف شيء ثابت إنكاره كيف طيب وما معنى ييأس في الآية من يريد أن يتحقق يرجع إلى معاني القرآن الفراء ينكر أن يكون ييأس في اللغة أن يأتي أن يستعمل ييأس في العربية بمعنى يعلم
طيب ما معناها في الآية؟ إذا تريد أن تعرف ارجع إلى إيه؟ إلى معاني القرآن. اسم كتاب، نعم، في كتب كثيرة حتى أصبح مصطلحا أو اسما لصنف من المصنفات، نقول كتب معاني القرآن. هناك كتب كثيرة ألفت تحمل هذا الاسم كأنه فن من الفنون. وكتب معاني القرآن كتب تجمع بين الإعراب والتفسير. هناك كتب في التفسير خاصة، وهناك كتب في الإعراب خاصة، وكتب معاني القرآن تجمع بين الاثنين. معاني القرآن للفراء، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، وهذان هما الأشهر. معاني القرآن للأخفش وهو الأكبر، لأن الأخفش أكبر من الفراء، لكن معاني القرآن للفراء هو الأكبر. ثلاثة أجزاء، ثلاثة مجلدات، كبير. أما معاني القرآن جزء واحد. ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج هو متأخر عنهما، ربما يكون أكبر من معاني القرآن للفراء أو متساو أو مساوي له. فعليكم بهذا الكتاب، موجود على النت وموجود في المكاتب الهيئة المصرية العامة للكتاب دار الأسرة. كتاب موجود ثلاثة أجزاء بأقل من 100 جنيه، فعليكم به. الثانية، الحالة الثانية، الخلاصة أن إذا كان قبلها ما يدل على اليقين فهي مخففة من الثقيلة، وإذا جاء بعدها المضارع فهو مرفوع. الثانية أن يتقدم عليها ظن، والمقصود بالظن ما يدل على الرجحان، فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا فيما قبلها ما يدل على اليقين، ويجوز أن تكون ناصبة، يعني حكمها كما ذكرنا أن يكون المضارع بعدها مرفوعا وأن يفصل بينها وبين المضارع بواحد من 4، ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجح في القياس. الأرجح أن تكون أن بعد ما يدل على الرجحان ناصبة للمضارع، وكونها مخففة من الثقيلة مرجوح. والأكثر في كلامهم، إذن الأفصح أن تكون أن بعد ما يدل على الرجحان ناصبة للمضارع لا مخففة من الثقيلة. ولهذا، أي لأن كون أن بعد ما يدل على الرجحان هو الأقيس وهو الأرجح وهو الأكثر، أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. أجمعوا، واو الجماعة الضمير يعود على من؟ النهويون. هل هم المرجع وهم المصدر في القراءات القرآنية؟ القراء، القراء. اكتب أجمعوا، أي القراء، ضمير واو الجماعة يعود على القراء. فالقراءة لا تؤخذ من النحاة، بل يؤخذ من النحاة توجيه القراءات. ومن النحاة من جمع بين العلمين، قارئ ونحوي كالإمام الكسائي، بل معظم النحاة من القراء، حتى سيبويه قارئ، ولكنه لم يشتهر، لم يكتب له القبول، لم يجعل له الله، لم يكتب له الله تلاميذ في القراءات القرآنية كتلاميذ الكسائي الذين نقلوا ونشروا حتى أجمعت الأمة على قبول قراءته. لذلك ليس من القراء. ابن مالك هو جاء بعد نهاية التصنيف. ابن مالك يعني جاء بعد النهاية بقرون. ركز ما نقول، أنا أتحدث عن الأصول. لماذا عندنا قراءة الكسائي ليس عندنا قراءة سيبويه؟ قل هناك نهاة جمعوا بين علم القراءات وعلم النحو، على رأسهم الإمام الكسائي وهو من القراء السبع.
من السبع ثم أستدرك على هذا سيبويه أعلم من الكساء بالنحو باللغة وهو أيضا يعرف القراءات كتابه مليء بالقراءات ومنها من فرج بها هو لا تعرف إلا عن طريقه لماذا ليس له قراءة كقراءة الكسائي لم يكتب له الله في هذا الشأن ما كتب للكسائي فالقراء العشر ليسوا هم القراء فقط لكن هم الذين كتب الله لهم القبول والإجماع على قراءاتهم ومن الذين جمعوا بين النحو والقراءات أبو عمرو ابن العلاء البصري وهو من القراء السبعة أيضا وهو شيخ لسيبويه شيخ لسيبويه عنده قراءة من القراءات السبعة ونهوي كبير مفهوم الكلام حتى الخليل من الذين جمعوا بين الاثنين ولكن ليس لهم قراءات وهكذا بل في الغالب كلما من المتقدمين كلما تجد نهويا ليس له مشاركة في علم القراءات لكن ربما يكون يعني ربما لم يصل إلى درجة الإمامة ليس إماما في القراءات لكن يعرف هناك مشاركة في الفن وهناك الإمامة في الفن كلما تجد نهويا من المتقدمين لكن نحن في أصل التخصص الآن تجد نهويا لا أعرف من القراءات إلا القليل وقارئ متخصص في القراءات لا يعرف من النهو إلا القليل وإلماني يعني لا يستغنى بأحدهما عن الآخر لا يمكن أن تتمكن في القراءات وأنت لا تعرف النحو ولا يمكن أن تتمكن في النحو وليس عندك مشاركة في علم القراءات نعم ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا لن يقرأ أحد أن يتركون لو كانت مخففة من الثقيلة لقيل أن يتركون واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة طيب هنا تعليق نظر تجاني الأزهري الشيخ يقول لهذا أجمعوا على أن يتركوا ممكن نقول سبب الإجماع عدم وجود الفاصل بين أن والفعل وليس رجحان كون أن وليس رجحان كون أن ناصبة للمضارع بعد الظن كما قال الشيخ وهذا هو الراجح هو الأقوى عندي يعني أن يترك وأجمع القراء على نصب المضارع بأن لعدم وجود الفاصل لأن عدم وجود الفاصل هذا لا يجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة وليس بينها وبين المضارع فاصل إلا في الضرورة الشعرية والقرآن الكريم لا يحمل على الضرورات يقول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا علموا أن يؤملون قبل أن يسألوا بأكرم سؤال هذا بيت قمة في المديح علموا أن يؤملون أي علموا أنهم سيسألون فجادوا قبل أن يسأل بأعظم سؤال بأفضل مما يحتاج إليه من يسأل من يحتاج إليه السائل فيه كرم أكثر من هذا ومن خلق المسلم أن تعطي أخاك ما يريد إذا فهمت قبل أن يسألك لأن السؤال ذل إراقة لماء الوجه الإنسان الأصيل لا يطلب من أحد شيئا إلا وهو يشعر بالحياء والخجل والذلة إذن الواجب عندما تفهم هذا بهجة إلي أعطيه قبل أن يسألك فهو يشعر بأنك أعطيته دون أن تعرف حاجته فهو مستور لكن إذا تكلم فخلاص أقر بحاجته وفقره وأنك أفضل منه وهو بحاجة إليك علموا أن يؤملون إذن أن هنا في البيت مخففة من الثقيلة وليست ناصبة للمضارع
لعدم حذف النون يؤملون ولا يوجد فاصل. والواجب في غير الشعر أن يقول علموا أن قد يؤملون، علموا أن قد يؤملون. إذن ممكن، وهذا ما أرجحه، أن سبب الإجماع عدم وجود الفاصل. ولذلك اختلفوا فيه وحسبوا ألا تكون فتنة لوجود الفاصل هنا. فالكفتان متساويتان، كون أن مخففة من الثقيلة وكون أن ناصبة للمضارع. فاختلفوا هنا. نعم، ماذا تقول؟ الراجع إذا وجد فاصل بينهما يجوز الوجهان. يعني مثلا هنا النظرية التي جئت بها، قلت أحسب الناس المتغاضون، أجمع القراء على أن هنا ناصبة للمضارع. نعم. لماذا؟ ابن هشام يقول السبب لأن الأكثر والأرجح أن تكون بعد ما يدل على الظن ناصبة للمضارع. وأنا أقول الأفضل أن نقول سبب الإجماع عدم وجود الفاصل بين أن والفعل، ولا يكون ذلك إلا في الضرورة الشعرية. اكتبوا عند قوله ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا. تكتبون إيه؟ الأصح أن الإجماع بسبب عدم وجود فاصل من الفواصل الأربعة ولا يجوز وقوع المضارع بعد أن المخففة من الثقيلة بلا فاصل إلا في الضرورة الشعرية. كقوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. هذا هو النحو، يعني النحوي الحق عندما تقرأ مسألة لها إلا كذا ذكرها العلماء من قبل، فأنت تفكر في هذه العلة من خلال الأصول، من خلال ملكتك وفهمك للفن، ممكن أن تجد علة أخرى تزيد عليه، وممكن تجد علة أقوى مما ذكر. فهذه هي إضافتك وهذه هي شخصيتك. فالنحوي الذي لا يستطيع إلا أن يشرح ما قاله من قبله فهو مسكين، لا محل له من الإعراب. حتى عند البحث أو عند الكتابة، أي كتاب، مليون كتاب في النحو، كيف أميز بين السمين والجث، بين المتمكن والضعيف، بين المتخصص والمشارك؟ هذا أقرأ كل ما في الكتاب نقله من غيري. هذا عالم، يعني يعرف، يفهم، يعرف، لكن ليس متمكنا في الفن، ليس إماما ولا متخصصا.
لكن واحد تجد له إضافة في كل شيء يخالف ويزيد ويستدرك، هذا ما شاء الله. إذا نحن لا نريد أن نكون من الضياب، نريد أن نتعلم، نريد أن نكون من المتمكنين، إذا لازم نفكر، نفكر فيما قيل من قبلنا، ربما نذيب وربما نستدرك. مفهوم الكلام. وحق الأستاذ على تلامذته أن يحفظوا إضافاته. فهذا لا يوجد في أي كتاب، الذي قلت لكم الآن لا يوجد في أي كتاب إلا والله أعلم من بعد ما يسمى بتوارد الخواطر، توارد الخواطر، المصادفة أحيانا تجتهد وتصل إلى شيء، وغيرك أيضا يجتهد ويصل إلى نفس الشيء، وأنت لا تعرف بما وصل إليه وهو لا يعرف. هذا قد يقع ولكنه نادر. نعم. حق الأستاذ على طلابه أن يحفظوا اجتهاداته وإضافاته العلمية، يحفظون عندما يتحدث أستاذنا في كذا قال كذا قال كذا، ولا يعني أنك تنقل ما قاله أستاذك أنك توافقه في ذلك، ممكن تنقل وتخالف. فيما في المستقبل، نتحدث في المستقبل، عندما تتمكن في الفن تفكر في كل شيء. أنا قلت لكم هنا أكثر من مرة، البر في النحو بر التلميذ لأستاذه أن يحذب ما قال ويحذب ما كتب، هذا شق قال كذا أنا لا أراه صحيحا فأصحه ما قال، هذه خدمة. حتى قلت لكم مرة، إذا أردت أن تعرف الاعتراضات والردود على أي عالم في آرائه واجتهاداته فاقرأ كتب تلامذته في النحو، تريد الاعتراضات على أبي حيان والردود القوية اقرأ كتب من تلامذته، كابن عقيل، كالمرادي، كناظر الجيش، وهم كسر، ومنهم ابن هشام عند الجمهور يقولون هو من تلامذته وهو من أكثر الناس اعتراضا عليه، وهذه حقيقة. إذن ما يضيفه الأستاذ أسجل أحتفظ عليه، يوما ما قد أوافقه وقد أخالفه، لكن لازم تكون حرا في العلم، وإلا فلا مكان لك في العلم. التقليد ليس من شيم أهل العلم، التقليد ليس، التقليد للعوام، لكن إذا دخلنا في رحاب العلم أنا أفكر وأجتهد، إذا وافقت، إذا كان اجتهادي وافق اجتهاد من قبلي فبها ونيم، وإن خالف أحترمه وألتمس لهم العذر وأحتفظ بما عندي، والأمر كله لله وفوق كل ذي علم عالم. طيب نرجع إلى الكتاب. واختلفوا في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة. إذا نقول لماذا أجمعوا في أحسب الناس أن يتركوا واختلفوا في وحسبوا ألا تكون فتنة؟ كأن الإجابة واضحة، أن يتركوا لا يوجد فاصل، ألا تكون فتنة فيه فاصل. فقرئ بالوجهين، بعضهم ألا تكون وبعضهم ألا تكون، قراءتان متواترتان. الثالثة، الحالة الثالثة، ألا يسبقها علم ولا ظن، يعني أن في أول الكلام في أول الجملة وأن تصوموا خير لكم، أو قبلها لفظ لكنه لا يدل على اليقين ولا يدل على الرجحان، يعني قوله ألا يسبقها علم ولا ظن يشمل الحالتين، اكتبوا قوله ألا يسبقها علم ولا ظن يشمل الصورتين، الصورة الأولى أن تكون في أول الجملة، مثل أن تجتهد خير لك، لم تسبق بشيء هنا، فهي هنا ناسبة للمضارع بالإجماع قولا واحدا. الصورة الثانية وهي التي مثل لها الشيخ، أن تسبق بلفظ لا يدل على اليقين ولا يدل على الرجحان،
قال فيتعين كونها ناصبة أي فيجب التعين بمعنى الوجوب فيتعين كونها ناصبة كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي أن قبلها أطمع إذا ليست في أول الجملة طيب أطمع هل يدل على اليقين؟ هل يدل على الظن؟ إذن هي ناصبة للمدارة بالوجوب انتهينا من هذه الجزئية طيب نستمر ولا نكتفي أنا أريد أن نقرأ كثيرا لكن يؤسفني عدم وجود بقية الزملاء وهذه الجزئية التي نتحدث عنها من أصعب ما في الكتاب التي يصعب على الطالب أن يفهمها بنفسه دون شرح أنا شرحت في الدرس القادم في الدرس الماضي عفوا وها أنا أشرح الآن وكل ما أشرح الطالب يحتاج فيه إلى الأستاذ ليس من المعلومات السهلة ولكن ماذا نفعل يتحملون ما شرحته لا أعيد لا أكرر ولكن أنا أقلل ما أشرح حتى لا يفوتهم الكثير ولكن كلما شرحته أشرح مرتين ثلاث مرات فلا أعيد فمن لم يحضر فليتحمل من يريد أن يسأل فليتفضل الدرس القادم نبدأ بقوله ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن اسألوا